التقليدية في مختلف بقاع العالم، مصدر حضارة وفن وثقافة، إذ تعبر عن تاريخ شعب بأكمله. وسط أزقة المدينة القديمة بمدينة طنجة، يوجد هذا المحل المعروف بصناعة مختلف القطع التقليدية. كيفاش دخلت للصناعة؟ دخلوني خوت ديالي، كنصنعو ثوب كيما هذا، صنعو خدادي، كوفيتي، فراش، كل شيء. صنعو سيكان بحالي هادو، كنخرجو هادشي كامل اللي هنايا كتشوفي كنخرجو مع هادشي. هذا محل في المدينة القديمة كيتوجد، وحنا هنا كنحاولوا نشتغلوا ونحافظوا على صناعة التقليدية المغربية لأنها بس كتنتظر من الدزر. ألوغ هنا عندنا ميكس، عندنا خليط، عندنا خدمة صحراوية، خدمة ديال الشرق المغرب وجدة إلى آخره، عندنا خدمة ديال فاس، وعندنا خدمة ديال الشمال، وعندنا خدمة ديال الغرب، عندنا خدمة ديال المغرب كله. نشتغلوا أغلبية مع المغاربة اللي يسكنوا هنا في المغرب أكثر من السياح، والسياح يحبوا يشوفوا العمل اليدوي مباشرة. I love the scarves and blankets. They're really nice. The colors are really vibrant. I really like that. It looks like the dyes are really high quality. Yeah, I like it a lot. My friend has showed me all around, and I got to see all types of fabric. It was beautiful. Thank you. Yeah. Thank you. العلاقة ديالنا مع السياح هما كيقلبوا علينا لان حنا موجودين في الكتب وموجودين في اي بلاصه كي بوبليسيتي ديال طنجة، حنا موجودين، كيجيو يزورونا وكيشريو معنا وكيتعاملوا معنا معاملة طيبة لان حنا كنعطيهم حاجة مزيانة وكنعطيهم ثمنات مناسبة. وخصوص دابا حنايا كنعملوا بوبليسيتي للسياحة المغرب ان يبدلوا الناس افكار ديالهم على البازارات وعلى صناعة التقليدية، تولي منتوج معقول. كيجيو فرنسيس، طاليان، أمريكان، كل شيء كيجي شوية تمارا ولكن الحمد لله. بالرجوع للتاريخ نجد أن الإنتاج التقليدي بالمغرب كان يلبي الاحتياجات الأساسية للمجتمع بشكل متناغم مع النظام الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. بالرغم من التطور الصناعي والانفتاح على أسواق عالمية، إلا أن الصناعة التقليدية لا زالت تحتفظ بقيمتها في السوق المحلية وتعتبر منتوجاً مغرياً للزوار الأجانب. طراز باليد، يدوي، صنع يدوي مغربي أصيل، معدل في المرمى، المرمى ديال الحديد بحال هاد الباب هادي، وهي خاوية بالكوادرو، وكيعدلوا فيها هاد الخيوط، يعملوا فيها الخيوط هادو ديال القطن، وكيبداو يعمروا فيها من راس القاع، فهمتي؟ هادو عاود في المرمى كيتعدلوا الاسباني، راه كتكلم معاهم بلغتهم، اللغه بحال دابا الاسبانيه كتهضر لهم الاسبانيه، الفرنسيه كتهضر فرنسيه، الانجليز عاود كتكلم لهم الانجليزيه، الامريكان عاود بالامريكانا. طاليان بالطاليانة، كتشرح لهم الأثمنة والجودة وكل شيء. طبيعة الحال، طبيعة الحال، هاد الشيء هذا كامل كيتعدل باليد. ها شوف، كلك تشوف الخدمة يدوية كاملة، والمرمى، هادو بالإبرة والخيط، هاد الزواقات اللي كيتعملوا، وكتعمر بالصوفة. تركيا ولا بالإنجليزية كيقولوا له كليم حنبل، هادو
مختلف الزواقات والأحجام، وكاملين أنواع زرابي مغربية. الصناعة التقليدية هي مرآة تعكس قيما ثقافية وإنسانية ترتبط بعادات الشعب المغربي المعروف منذ القدم بتلاقح عدة ثقافات.